الجيش السوري يمدد نظام التهدئة في عموم البلاد 72 ساعة إضافية. القوات العراقية تنتزع السيطرة على قاعدة القيارة الجوية في الموصل من قبضة داعش. هدوء مشوب بالحذر يسود جوبا عاصمة جنوب السودان بعد يومين من القتال بين قوات الفكار ورياك مشار. الرابعة عصرا في القاهرة، الثانية بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية شاملة تأتيكم من النيل. أهلا بكم. أهلا بكم. أعلن الجيش السوري تمديد نظام التهدئة في عموم البلاد 72 ساعة إضافية، وجاء ذلك بعد انتهاء هدنة سابقة فجر اليوم كان قد أعلنها الجيش السوري من طرف واحد. وفي وقت سابق أفاد ناشطون بأن القوات الحكومية سيطرت على بلدة ميدعى شرقي العاصمة دمشق، كما شهدت أحياء حلب الخاضعة لسيطرة المعارضة صباح اليوم قصفا من الطائرات الحربية السورية والروسية، في حين ردت فصائل معارضة بإطلاق قذائف على المناطق التي تسيطر عليها القوات الحكومية. وينضم إلينا عبر الهاتف دكتور إبراهيم زعير، أستاذ الإعلام بجامعة دمشق. دكتور إبراهيم، يعني كيف تبدو الأوضاع الميدانية بعد أن أعلن الجيش السوري تمديد التهدئة لمدة 72 ساعة إضافية؟ يعني بطبيعة الحال الوضع الميداني الآن ولا سيما في منطقة حلب وغوطة دمشق يسير باتجاه تطهير العديد من المناطق من المجموعات الإرهابية، ولا سيما في حلب، والجيش وصل إلى طريق كاستيلو الذي يعتبر المنفذ الوحيد للمجموعات الإرهابية التي عن طريقه يصلها الإمدادات للعسكرية والدعم وإلى آخره. يعني الجيش يتحكم بهذا الطريق حتى الآن، ولا يبعد عن هذا الطريق 300 إلى 400 متر فقط. لذلك الجيش حقيقة يوجه ضربات للمجموعات الإرهابية أين تتواجد، بينما المناطق التي تخضع للإرهابيين يقذفون الصواريخ والقنابل على المناطق المدنية في مدينة حلب التي تخضع للدولة السورية. صحيح. لماذا إذن يعني كان القرار من جانب الجيش السوري بتمديد التهدئة رغم الخروقات الكثيرة خلال الهدنة السابقة من جانب الجماعات المسلحة؟ يعني عمليا الجيش العربي السوري يريد أن يعطي مهلة للجميع بحيث أن يحافظوا على التهدئة، ولا سيما أن بعض المناطق هناك الكثير من المدنيين الذين موجودين في مناطق التي تخضع للمجموعات المسلحة تريد أن تخرج من هذه المناطق. لذلك الجيش يحاول قدر الإمكان إيجاد فرصة معينة لهؤلاء المدنيين لكي لا يسقط أحد يعني قتيلا ويصاب بأذى. المجموعات الإرهابية هي التي ترفض ذلك وتخرق هذه الهدنة كلما أعلن الجيش عنها. لذلك التقدم من جانب الجيش العربي السوري على أرض الواقع أو ميدانيا إلى أي مدى سيحدث فرقا في المعادلة السياسية وقت التفاوض؟ يعني بطبيعة الحال كلما تقدم الجيش العربي السوري هذا يعتبر إنجاز كبير أيضا على طاولة المفاوضات. بطبيعة الحال شوفي يعني في مسألة مهمة جدا، يعني بغض النظر عن التطور الميداني الدولة السورية لا يمكن أن تغير من مواقفها المعلنة والمعروفة في المفاوضات. لذلك يعني هم بالنسبة للمعارض ما يسمى المعارض المجموعات الإرهابية ومن يدعمها هم الذين تفرق معهم كثيرا، يحاولون تغيير ميزان القوى لصالحهم أو على الأقل تحقيق تقدم ما من أجل أن يكون ورقة بيدهم على طاولة المفاوضات. الدولة السورية لا تفكر بهذه الطريقة، المهم الأساسي تطهير سوريا من هذه المجموعات الإرهابية، وبالتالي الحل السياسي هو الذي في نهاية المطاف من المفترض أن يكون
هو الهدف النهائي للسوريين بأكملهم. وبالتالي سوريا تدعو الجميع للحوار الوطني والمفاوضات بغض النظر حتى عن التطور الميداني أو على يعني ما يحدث على أرض الواقع في المعارك. نعم نشكرك شكرا جزيلا دكتور إبراهيم زعير أستاذ الإعلام في جامعة دمشق. تمكنت القوات العراقية المشتركة من اقتحام قاعدة القيار العسكرية الجوية جنوب الموصل مركز محافظة نينوى شمالي العراق وانتزاع السيطرة عليها من قبضة تنظيم داعش الإرهابي بإسناد من طيران التحالف الدولي. وأكد محافظ نينوى أن القوات العراقية تمكنت من السيطرة على مطار القيار العسكري، أن مسلحي داعش فروا عقب دخول القوات إلى قاعدة القيارة التي تبعد نحو 60 كيلومترا من الموصل. وبدأت القوات المشتركة تنفيذ عملية عسكرية من محورين لتحرير قضاء الشرقات ومطار ناحية القيارة وسط قصف من طيران العراق والتحالف الدولي لمواقع مسلحي داعش. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من العراق مراسلنا تحسين طه. تحسين، ما هي آخر التطورات على الساحة الميدانية خاصة في مدينة الموصل العراقية حتى الآن؟ نعم، أهلا بك زميلتي. حقيقة مجلس محافظة نينوى أعلن رسميا سيطر على قاعدة القيارة. هذه القاعدة هي قاعدة عسكرية مهمة تقع في محيط مدينة القيارة التي يعني يفترض أن تكون هي نقطة الوصول للقوات الأمنية العراقية في عملياتها العسكرية المستمرة. رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة نينوى إبراهيم البياتي ذكر بأن القاعدة تم الدخول لها من قبل القوات الأمنية العراقية وهي تقريبا محطمة بالكامل نتيجة العمليات المسلحة وأيضا الضربات التي تلقتها من قبل المدفعية وطيران في الأيام والأسابيع الماضية من العمليات. أيضا ذكروا بأن الدخول إلى القاعدة لم يكن بمواجهة عسكرية بل أن جماعات وعناصر داعش الإرهابية قد فروا وهربوا من المواجهة في هذه المدينة وانسحبوا إلى الخلف وبالتالي تم السيطرة على هذه المنطقة. القيادات الأمنية تقول السيطرة على هذا المكان يعطيها زخم كبير وقد يكون هو منطلق العمليات لتحرير المدينة بالكامل في الأيام القريبة. نعم. ما هي الأماكن التي ما زالت تقع تحت سيطرة داعش والمنتظر تحريرها في الأيام القليلة المقبلة؟ يعني لو تحدثنا على الموصل، يعني الموصل ما تزال كما تعرفون تحت سيطرة الجماعات المسلحة. أما يعني المفتاح الأول للدخول للمدينة هو من منطقة القيارة. وبالتالي سيطر على القيارة تفتح المجال للدخول إلى العمق، لكن هناك البعض يتحدث عن الشرفاط، الشرفاط التي هي من الأقضية الكبيرة والتي ترتبط جغرافيا مع الموصل وهي تابعة لصلاح الدين وليس بعيدة يعني نفس المحور تقريبا. أيضا هناك هذه المدينة ما تزال تحت سيطرة الجماعات وبالتالي من الممكن أن تشهد عمليات مسلحة بالتزامن مع الدخول للقيارة خوفا من عملية التفاف أو عملية توغل تحدث كما يعني يتخوف البعض من المحللين والمراقبين من أن يكون هناك التفاف من ناحية الشرقات أو من ناحية حتى الحويجة تابعة لكركوك أيضا ما تزال تحت سيطرة كل هذه تحت سيطرة داعش ما زالت. شكرا لك تحسين طه مراسلنا في العراق. أقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي 3 مسؤولين أمنيين في بغداد من مناصبهم بعد اعتداء في الكرادة أوقع 292 قتيلا الأحد الماضي، وبعد ساعات على هجوم جديد أودى بحياة 40 شخصا وتبنهما تنظيم داعش الإرهابي. كما أعلن العبادي قبول استقالة وزير الداخلية محمد الغبان الذي قدم استقالته إثر الاعتداء الانتحاري الذي وقع الأحد في حافلة ركاب صغيرة مفخخة بحي الكرادة. والمسؤولون 3 الذين تم إعفاؤهم من مناصبهم هم قائد عمليات بغداد ومسؤولو الأمن والاستخبارات في العاصمة بغداد. طالبت المعارضة الإيرانية بإسقاط نظام ولاية الفقيه في إيران، وخلال مؤتمر حاشد في باريس أشارت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي إلى أن النظام الحاكم في طهران يتدخل في شؤون المنطقة للتغطية على فشله في حكم البلاد، وأضافت أن النظام الإيراني يرتكب جرائم حرب بحق المعارضة والأبرياء في العراق وسوريا.
يسود الهدوء الحذر مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان بعد يومين من المعارك بين قوات الدولة برئاسة سلفا كير والقوات الموالية لنائب الرئيس زعيم المتمردين السابق رياك مشار. كانت عدة أطراف دولية قد دعت طرفي الصراع إلى وقف القتال، بينما أعلنت الخارجية الأمريكية أنها تلقت تأكيدات من قادة جنوب السودان بإنهاء العنف. هدوء يشبه توتر ساد في جوبا عاصمة جنوب السودان بعد يومين من اشتباكات عنيفة بالأسلحة النارية اندلعت قرب القصر الرئاسي بين قوات موالية للرئيس سلفا كير وأخرى موالية لنائبه إريك ماشار، أثارت مخاوف على عملية السلام الهشة. المتحدث باسم القوات الحكومية في جيش جنوب السودان أعلن أن 5 جنود قتلوا في تبادل لإطلاق النار بين فصائل متحاربة بالجيش في العاصمة جوبا. واتهم المتحدث العسكري مجموعة من الجنود الموالية لإريك ماشار زعيم المتمردين السابق والنائب الأول الحالي للرئيس بإطلاق النار على نقطة تفتيش تديرها قوات من الفصيل التابع للرئيس سلفا كير. ردود فعل عديدة أثارها اندلاع الاشتباكات مجددا في جوبا، حيث قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إنه قلق للغاية من القتال في جوبا، داعيا أطراف النزاع إلى وضع نهاية للقتال الدائر ومعاقبة القادة العسكريين المسؤولين. وفي واشنطن قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن قادة جنوب السودان تعهدوا بإنهاء العنف المتصاعد في البلاد. علمنا أن الهدوء خيم على الأجواء وأن الرئيس والنائب الأول للرئيس ونائب الرئيس ظهروا سويا على شاشة التلفزيون وطالبوا بالتهدئة، وقد أشرنا مجددا إلى أن القيادة هناك في جوبا التقت بمجرد بداية القتال. هؤلاء القادة أكدوا لنا على التزامهم بإنهاء التوترات. الاشتباكات الجديدة تحيي المخاوف من اندلاع حرب أهلية في جنوب السودان الذي يستعد لإحياء الذكرى 5 للانفصال عن السودان. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس باراك أوباما قرر اختصار زيارته إلى أوروبا للتوجه في مطلع الأسبوع إلى دالاس بعد مقتل 5 من عناصر الشرطة برصاص أحد القناصة. وكانت شرطة مدينة دالاس في ولاية تكساس الأمريكية قد أعلنت مقتل شرطي 5 برصاص قناصة خلال احتجاجات وقعت بالمدينة، فضلا عن إصابة 6 ضباط آخرين. بعد يوم من قيام مسلح بقتل 5 من ضباط الشرطة في مظاهرة بمدينة دالاس، خرج آلاف الأمريكيين إلى الشوارع للتنديد بقتل الشرطة الاثنين من الرجال السود بالرصاص. المتظاهرون أغلقوا الطرق في مدينة نيويورك وأتلانتا وفلاديلفيا، وجرى التخطيط أيضا لمظاهرات في سان فرانسيسكو وفينيكس. كانت مظاهرات واسعة النطاق ضد استخدام الشرطة للقوى قد اندلعت في مختلف أنحاء الولايات المتحدة منذ الخميس في أعقاب إطلاق النار الذي أدى إلى مقتل فيلاندو كاستل بولاية مينيسوتا وألتون ستيرلينج بولاية لويزيانا. وبالتزامن مع الاحتجاجات أعلن عمدة مدينة دالاس أن المدينة باتت آمنة بعد أن تم قتل المشتبه به في قتل رجال الشرطة الأمريكيين، مشيرا إلى أن الشرطة قد أعلنت أنه يدعى ميكا جونسون ويبلغ من العمر 25 عاما وليس له أي سجل إجرامي. لقد كنا نعمل على هذه القضية طوال الليل والنهار، ونحن نعتقد أن الحقائق التي لدينا تشير إلى أن مطلق النار الذي قتل كان يعمل بمفرده. وعندما قمنا بتجميع المعلومات التي لدينا وتحليلها مع رجال الشرطة كانت هناك حيرة بين جميع الموجودين، ولكننا توصلنا إلى أنه مطلق نار متنقل وقد تسبب في إلحاق ضررا بنا وقمنا نحن بقتله. والآن أعتقد أن المدينة باتت آمنة بعدما تم قتل المشتبه به، ونستطيع الآن أن نسير في اتجاه التعافي من الصدمة. حادث دالاس ألقى بظلاله أيضا على الحملات الانتخابية للرئاسة الأمريكية، حيث قام المرشح الجمهوري دونالد ترامب ومنافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون بتعليق تجمعاتهم الانتخابية، وذلك في أعقاب الحادث. المرشح الجمهوري ترامب تعهد بمواجهة ما وصفه بالعلاقات المتدهورة بين السود والبيض في الولايات المتحدة، واصفا هجوم دالاس بأنه حادث مروع. أما كلينتون من جانبها قد أعلنت في بيان قبل أحداث دالاس أنها تعتزم مناقشة حادثي قتل المواطنين الأمريكيين السود برصاص الشرطة، مشيرة إلى دعوتها لضمان العدالة التي يستحقها جميع الأمريكيين والحاجة إلى إصلاح